بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي سابع حلقات مادة أمراض النبات المكررة على جميع التخصصات احنا أخذنا قبل كده أخذنا تعريف علم أمراض النبات وأخدنا تعريف المرض النباتي وأخذنا الأهمية الاقتصادية لعلم أمراض النبات وخدنا الأنواع الأمراض النباتية وقلنا بتنقسم لنوعين أمراض جهازية أو كيانية وأمراض موضعية وبعد كده تطرقنا إلى الأعراض المرضية وأنا قلت لكم أن الأعراض المرضية أربع أنواع رئيسية اللي هي التغير في اللون وموت الخلايا والأنسجة وأعراض الزبول المختلفة سواء أكان زبول البادرات أو زبول النباتات الكبيرة وايضا التغير في شكل وحجم الاعضاء النباتيه وبعد كده تطرقنا الى العلامات المرضيه وقلنا هي تراكيب خاصه بالمسبب المرضي نفسه وهي الدليل المباشر على وجود المرض وقلنا بتشمل انواع كثيره جدا منها الغزل الفطري او المايسليم الكويما الكونيديه الوساد الهيفية الاجسام الحجريه اعضاء الامتصاص والجزر كل دي بتبقى علامات مرضيه وبتبقى دليل مباشر على وجود المسبب الايه المرضي وبعد كده خدنا المسببات المرضيه وقلنا بتنقسم لنوعين مسببات حيه ومسببات غير حيه وبعد كده خدنا طرق تشخيص المرض النباتي وقلنا هناك طرق مختلفه كثيره جدا منها ما يستخدم في الحقل ومنها ما يستخدم في المعامل المختلفه وبعد كده خدنا علاقه الامراض النباتيه بالبيئه وبعد كده خدنا وسائل انتشار امراض النبات المختلفه سواء كانت الرياح أو المياه أو الحشرات أو التآوي أو آلات الخدمه والعمليات الخدمه المختلفه أو السماد البلدي والمخلفات النباتيه أو الإنسان والحيوان والطيور أو النماتوده والكراد كل دي بتبقى وسائل مختلفه لانتشار المسببات المرضيه وبعد كده تطرقنا إلى الطرق المختلفه التي تستخدم في مقاومه الأمراض النباتيه خدنا الطرق التشريعيه وخدنا الطرق الزراعية والطرق البيولوجية والطرق الكيماوية وأحدث حاجة خدناها اللي هي طرق استحساس المقاومة في النبات وقسمنا المقاومة في النبات لقسمين مقاومة تركيبية ومقاومة كيمو حيوية وأنا كمان قسمت لكم تقسيم النباتات على حسب درجة قابليتها للإصابة إلى ثلاث أقسام رئيسية اللي هي نباتات منيعه ونباتات مقاومه ونباتات قابله للاصابه وبعد كده بدانا ندخل في الامراض الفطريه اللي بتسببها للنبات خدنا اول حاجه تعريف الفطريات والاهميه الاقتصاديه للفطريات وتقسيم الفطريات على مدى تخصصها العائلي وتقسيم الفطريات على حسب احتياجاتها للغذاء او على حسب طريقه تغذيتها على العائل وبعد كده خدنا اول حاجة من اقسام الفطريات اللي هي اقسام الفطريات اللازجة وخدنا منها مرض واحد بس اللي هو ورم الجزر الصولجاني في العائلة الصليبية وبعد كده خدنا الامراض اللي بتسببها الفطريات البيضية وبعد كده خدنا الامراض اللي بتسببها الفطريات الزيجية والفطريات الاسكية والفطريات البازيدية وقلنا دي خاصة بامراض التفحمات والاصداء وبعد كده خدنا الفطريات الناقصة قلنا بسبب اللفاحات والزبول ومرض خناق القطن ومرض التبقع البني في الفول كل الأمراض دي بتسببها الفطريات الايه الناقصة وهناخد النهاردة استكمالا للحلقة الماضية البكتيريا والأمراض التي تسببها تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم ونتعرف ايه هي البكتيريا أول ما نكتشفها طرق مكافحة الأمراض البكتيرية المختلفة وأهم الأمراض البكتيرية اللي هندرسها السنة دي هم ستة أمراض فقط انتم ما عليكم الا انتم تعرفوا المسبب تعرفوا الاعراض ظروف الملامه لانتشار المرض وطرق المكافحه والعلاج تعالوا بينا اعزائي الطلبه نعرف يعني ايه بكتيريا اول حاجه هناخدها اللي اكتشف البكتيريا عالم اسمه توماس بورل ده استاذ النبات في جامعه الينوي في الولايات المتحدة الامريكية اكتشف البكتيريا سنة 1878 البكتيريا عبارة عن ايه ولاد لا. البكتيريا كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة تتكون من خلية مفردة غير محددة النواة ولما اقول غير محددة النواة معناها انه ليس لها غشاء نووي او بيقولوا عليها بدائية النواة او غير حقيقية الايه النواة بتمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام الثنائي البسيط والبكتيريا لها اشكال مختلفه قد تكون عصويه الشكل او كرويه او اهليجيه او لولبيه او هوية او ضميه الشكل. خلي بالكم بقى ان كل انواع البكتيريا اللي بتسبب امراض للنبات معظمها بيكون عصوي قصير ما عدا نوع واحد او جنس واحد اللي احنا بنقول عليه الجنس الستريبتومايسيس ده بيكون الشكل بتاعه بيكون خيطي الشكل تمام؟ آه تعالوا بقى ناخد آه في الصورة معانا اهو ادي الاشكال بتاعة البكتيريا في منها الكروي والعصوي واللولبي الكروي ده ممكن يكون في ازواج او في سلاسل او في مجموعات آه اهم الامراض اللي هندرسها السنه دي اللي بتسببها البكتيريا امراض العفن الطري امراض الزبول الوعائي البكتيري امراض اللفحات البكتيريه امراض الاورام والتضرونات امراض التبقعات او الموت الموضعي للانسجه وامراض الجرب تعالوا بينا بقى ناخد الطرق العامة لمكافحة الأمراض البكتيرية، ولما أقول لك الطرق العامة يعني ممكن تكتبها حضرتك في أي مرض هندرسهم من الأمراض الستة اللي احنا هناخدهم السنة دي. أول حاجة منع تلوث الحقول أو المحاصيل بالكائنات الممرضة البكتيرية وذلك عن طريق إدخال وزراعة البذور السليمة فقط أو النباتات السليمة فقط. إتنين اتباع العمليات الصحية التي تهدف إلى تقليل اللقاح او بنقول عليه الحمل الميكروبي في الحقل وذلك عن طريق ازالة وحرق النباتات المصابة او الفروع المصابة وتطهير الادوات الزراعية ثلاثة ضبط كثير من العمليات الزراعية زي التسميد والري بما يؤدي الى جعل النباتات غير عصرية وبتكون جدارها صلب وبتكون اكثر مقاومة للمرض واتباع الدورة الزراعية المناسبة خمسة استنباط الأصناف المقاومة للأمراض البكتيرية ودي بتعتبر يا أولاد من أفضل الطرق المتبعة لمقاومة أمراض النبات عموما سواء كانت أمراض بكتيرية أو فيروسية أو أمراض نيماتودا أيا كان المرض استنباط أصناف مقاومة ده بيبقى حل جذري للمشكلة اللي عندي ستة استعمال المواد الكيماوية بتعتبر من أكثر الطرق فعالية في مقاومة أمراض النبات البكتيرية وبستخدم في ذلك اللي هو تعقيم التربة بالفورمالين مثلا و... يعني هي تعتبر افضل الطرق هي سلاح ذو حدين يا اولاد افضل الطرق وفي نفس الوقت تعتبر بتضر بالنظام البيئي او بتلوث البيئه ولكن لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي لا يمكن الاستغناء عن المواد الكيماويه بشكل كامل او بشكل تام سبعة استعمال المضادات الحيوية ودي بتعتبر من أفضل الطرق أيضا في مقاومة أمراض النبات البكتيرية لو جالك سؤال علي في الامتحان لماذا تعتبر المضادات الحيويه افضل الطرق او اكثر الطرق استعمالا او شيوعا في استخدام المكافحه للامراض البكتيريه هتقول له الاجابه باختصار شديد جدا لانها تمتص جهازيا داخل النبات ويوفر للنبات الحمايه من الامراض البكتيريه والامثله اللي عندي كتيره جدا البنسلين ستريبتومايسين اوكسي سايكلين انواع كتيره جدا من المضادات الحيويه حتى اسمها هي نفس الاسماء اللي بتستخدم في علاج الامراض بالنسبه للانسان والحيوان هناخد اول مرض عندنا اللي هو التدارون التاجي في الحلويات والعنب وانا بمر بسرعه لان احنا خدنا ده في الحلقه اللي فاتت آه فبنراجع لكم بسرعه عشان يبقى آه كله متكامل مع بعضه المسبب بكتيريا والظروف الملائمه لانتشار المرض الحشرات القارضه بتلعب دور هام في انتشار هذه الامراض والاعراض اسمه التدرن يعني تكوين درنات والتاج يعني في منطقه التاج وانا قلت لكم دي منطقه اعلى الجذر واول الساق اول حاجه ظهور اورام عاده في منطقه التاج او على الجذور والسيقان القريبه منها لعده انواع من الاشجار والشجيرات زي التفاح والخوخ والعنب والورد اتنين يكون الورم في البداية رخو يعني طري وقد يبقى كذلك أو يصبح خشبيا يعني صلبا عند تقدم النباتات أو تقدم الإيه الإصابة البكتيرية والأعراض زي ما أنتم شايفين ده أدي الورم أهو ده درنة عامل زي الدرنة بالظبط درنة البطاطس وده بيسبب مشاكل كبيرة جدا للمحصول وده شكل الخيطي أو شكل العصوي وده الصوت اللي نازل من البكتيريا المكافحة أول حاجة عندي غمس البذور أو الشتلات في المستحضر الحاوي اسمه 84 أجرو بكتيريوم راديو بكتر وده بيستخدم لمقاومة الميكروب الممرض. اتنين الري بمياه نظيفة غير ملوثة بميكروب المرض. ثلاثة اختبار أرض المشتل قبل الزراعة أي شتلات يعني لو أنا هزرع أي شتلات في الأرض لازم أعمل عملية اختبار للأرض قبل ما أزرع فيها الشتلة لأول مرة. أربعة إعدام الشتلات والأشجار المصابة بالتقليع والحرق ثم تطهير مكان الجور المصابة بالفورمالين علشان ما يكونش ده مصدر للعدوى المختلفة. خمسة استعمال الكيماويات والمضادات الحيوية زي الاستريبتومايسين وغيرها في معالجة الأورام الناشئة عن المرض على الشتلات والأشجار المصابة. وستة تغيير درجة حموضة التربة لأنه المرض ينتشر في الأراضي القلوية أكثر من الأراضي الحمضية. في سؤال علل ممكن يجي لحضراتكم في الجزئية دي يقول لك علل يفضل إضافة الكبريت الزراعي عند الإصابة بمرض التدرن التاجي في الحاويات أو الجرب المسحوقي في البطاطس أو الجرب العادي في البطاطس أيا كان المرض اللي هيجي لك الإجابة باختصار شديدة جدا لان هذا المرض يلائمه التربه القلويه والجير يعمل على تحويل التربه الى الكبريت اسف يعمل على تحويل التربه الى تربه حامضيه المرض الثاني اللي عندي اسمه العفن الطري في البطاطس خلي بالكم من اسماء اسماء الامراض لانه من خلال الاسم ممكن تقول كمية كبيرة جدا من اعراض المرض المسبب بكتيريا والظروف الملامة لانتشار المرض اي جرح يحدث في الدرانات او العديسات اللي بتبقى موجوده على الدرنه وايضا الرطوبه العاليه اللي موجوده في التربه والحشرات القارضه اللي بتعمل على احداث جروح مما يسهل من دخول المسبب المرضي وانتشار المرض الاعراض بتصاب الدرنات في الحقل وبيظهر عليها عفن طري مصحوب برائحه كريهه بتشبه رائحه السمك المتعفن اتنين خدنا فين رائحه السمك المتعفن دي قبل كده خدناها في التفحم النتن في القمح خلي بالكوا عشان مش تتلخبطوا بين الاتنين. اتنين, اتنين ليونه انسجه الدرنات المصابه. تلاته اصفرار السيقان والاوراق عند حدوث الاصابه في الحقل. هناخد الاعراض بالصوت والصوره زي ما انتم شايفين في قناتنا الجميله اه ادي الدرنة مصابه وادي عليها اعراض المرض وادي نباتات في الحقل المصابة وظاهر عليها أعراض المرض بوضوح زي ما انتم شايفين المكافحة زراعة البطاطس في أراضي خفيفة أو طمية جيدة الصرف لتقليل الإصابة وبقلل نسبة الرطوبة اتباع دورة زراعية مناسبة واستعمال نباتات مقامة للإصابة بالمرض تلاتة عدم الإفراط في استخدام الأسمدة الأزوتية لو لا, لا جالك سؤال عالي لأن السماد الأزوتية يدفع النبات لتكوين مجموع خضري كثيف وغض مما يسهل من إصابته بالمسبب الإيه؟ المرضي. تجنب العزيق وعدم إحداث جروح بالجذور أو الدرانات. الفرز الجيد لدرانات البطاطس بعد الجمع لاستبعاد المصاب والمجروح منها حتى لا تكون مصدر للعدوى. التخزين في مخازن جاف على درجة حرارة خمسة درجة مئوية اللي احنا بنقول عليها التلاجات او النوالات سبعة مقاومة الحشرات في المخازن واشهر حشرة بتسبب مشاكل كبيرة جدا للبطاطس في المخازن اللي هي فراشة الدرانات البطاطس المرض الثالث اللي عندي زبول البكتيريا او العفن البني في العيلة البازنجانية المسبب بكتيريا والظروف الملائمة لانتشار المرض بينتقل هذا المرض عن طريق التقاوي الحاملة للميكروب أو السماد البلد المستخدم في التسميد عندما يكون ملوثا أو عن طريق الجروح الموجودة بالجذور أو النيماتودا الموجودة في التربة اللي بتعمل جروح في الجذر مما يسهل من دخول المسبب الايه المرضي او عن طريق الصغور النباتيه بيتكشف المرض بسرعه في التربه وعلى درجه حراره بتتراوح ما بين 25 الى 85 35 درجه مئويه يبقى الدرجه الملائمه لانتشار المسبب المرضي في الزبول البكتيري من 25 الى 35 درجه مئويه الاعراض اسمه زبول بكتيري يبقى اول حاجه لازم اكتبها زبول مفاجئ على البادرات وقد يؤدي الى موتها وزبول البادرات ده خدناها في اول حاجه خالص اللي هو موت البادرات وزبول البادرات دي بتعتبر من الخسائر المباشره اللي بتسببها امراض النبات أما على النباتات الكبيرة بتظهر عليها أعراض زبول وتلون للأوراق ثم سقوطها وبتموت النباتات في النهاية نمرة 2 بتتلون الأنسجة الوعية إيه هي الأنسجة الوعية أولاد؟ اللي هي أنسجة الخشب وأنسجة اللحاء للسقان والجذور والدرنات في حالة البطاطس باللون البني وعند عمل قطاع عرضي في هذه الأجزاء بيشاهد سائل لزج بيخرج منها حيث توجد الجيوب البكتيرية عادة حول الحزم الوعية في النخاع والقشرة ثلاثة تعفن الجذور وبيظهر الزبول التدريجي على النباتات وبتموت في النهاية ويعزى ذلك الزبول إلى انسداد الأوعية بالإيه؟ بالبكتيريا. الأعراض زي ما أنتم شايفين أدي درنات مصابة أو زي ما أنتم شايفين أهو وأدي الشكل العصوي للخلايا البكتيرية زي ما أنتم شايفين في الصورة معانا. المكافحة اتباع دورة زراعية طويلة بيزرع فيها محاصيل لا تصاب بالميكروب تتراوح مدتها من خمسة إلى ست سنوات الزراعة في الأراضي البكر غير المسجل بها المرض استخدام الأصناف المقاومة إعدام النباتات المصابة الزراعة بتقاوي سليمة خالية من الإصابة وتقليع النباتات المصابة من الحقل دوريا وده من شأنه أنه هو يقلل الإصابة بالعدوى بس ده بيبقى دايما في المساحات, الإيه؟ في المساحات الصغيرة المرض الرابع اللي عندنا مرض خطير جدا اسمه العفن الحلقي في البطاطس المرض ده بينتشر في معظم بقاع العالم اللي بتزرع فيها اللي بتزرع فيها البطاطس والمسبب بكتيريا والاعراض تقزم الساق بينما بتظهر بقيه اجزاء النباتات الطبيعيه عن يعني الساق بيحصل فيه تقزم يعني قصر وبتصفر المنطقه الظهريه للوريقات وبتلتف حوافها الى اعلى بيظهر بقى مناطق متقرحه وبيصاحب اصفرار الاوراق حدوث زبول بيستمر حتى يشمل كل الاوراق وعند ذلك بيجف الساق تماما نمرة اتنين لما بعمل قطاع عرضي في الدرنة المصابة بيشاهد تلون الحزم الوعية باللون الاصفر اللي بيتحول بعد كده للون البني المصفر الباهت كما يخرج منها سائل قشدي يعني زي لون القشدة بيبقى لونه اصفر اللون او بني اللون الاعراض زي ما انتم شايفين ادي الدرانات معمول فيها قطاع عرضي وادي ادي العفن اللي هو الحلقي شايفين الحلقة اللي هي الدايرة الكاملة على الدرنة اللي بيكون لونها بني او اصفر باهت ودي الاعراض الموجودة على الاوراق بتاعة البطاطس المكافحة الزراعة بدرنات مختبرة وخالية من الاصابة اعدام النباتات المصابة واستهلاك المحصول الناتج من الحقول الملوثة بالمرض يعني ما ما, ما استخدموش كتقاوي اتباع دورة زراعية طويلة تقليع النباتات المصابة من الحقل دوريا مع... مهمة جدا بقى معاملة سكاكين التقطيع بالمطهرات الكيماوية زي كبريتات النحاس والفورمالين لو قال لك علل هيقول للقضاء على البكتيريا التي تسبب العفن الحلقي في البطاطس استعمال المطهرات الكيماوية والمضادات الحيوية في تطهير التأوي اي مرض بكتيريا اولاد لازم تكتب فيه استعمال المضادات الحيوية او المطهرات الكيماوية او المواد الكيميائيه زي اشهر حاجه في المضادات الحيويه اللي عندنا البنسلين ستريبتومايسين تتراسايكلين الثلاثه دول اكتبهم في اي مرض بكتيري اجابتك ان شاء الله هتبقى سليمه وزي كل الامراض اكتب فيها استنباط اصناف مقاومه او زراعه اصناف مقاومه برضو اجابتك هتبقى سليمه وتاخد الايه الدرجه كامله ان شاء الله المرض الخامس اللي عندنا اسمه اللفحة النارية في التفاح والكمثرى. وده كان من اول الامراض اللي اكتشفت في ان المسبب بتاعها بكتيريا او اكتشفت في الامراض النباتيه عموما والمرض ده مسجل منذ زمن بعيد بما يقرب من 150 عام منتشر في معظم انحاء العالم ومن اخطر الامراض اللي بتسبب خسائر كبيره جدا لاشجار التفاح والكمثرى في مصر المسبب بكتيريا والظروف الملامة لانتشار المرض الأراضي رديئة الصرف ومرتفعة الحموضة والفقيرة في عنصر البوتاسيوم ولذلك لما يجي يكون موجود عندي أعراض المرض بعالجها بالاستماد الورقي اللي بيبقى موجود فيه عنصر البوتاسيوم وأيضا الحشرات ومياه الأمطار وقطرات الندى والحرارة ما بين 24 إلى 29 درجة مئوية كل ده بيكون مناسب لانتشار المسبب المرضي الاعراض زبول للازهار كما حيث تبدو وكانها مبلله ثم بيتحول لونها الى البني الاسود ثم تموت دون ان تسقط من على الافرع يبقى اول اصابه عندي بتكون على الازهار طب ايه المشكله ان الزهره يحصل فيها اصابه لو الزهره حصل وسقطت من على النبات او جفت فده بيكون مؤشر انه المحصول عندي هيكون محصول منخفض لانه اي ثمره بيسبقها زهرة الزهرة بتحمل أعضاء التذكير اللي هي حبوب اللقاح وأعضاء التانيس اللي هو اللي هي البويضات بيحدث بينهم عملية بنقول عليها عملية إخصاب وتلقيح وبالتالي بيتكون عندي الجنين والثمرة بينتشر المرض من الازهار والبراعم وينتقل الى السيقان والاوراق وبتموت وبيبقى لونها اسود ثم بيمتد الى اسفل باتجاه الافرع الكبيره او بنقول عليها الافرع المسنه تقرحات صغيرة على السقان الحديثة بتكبر هذه التقرحات على الأفرع الصغيرة والأفرع المسنة مع خروج إفرازات لزجة أربعة السمار الحديثة بيظهر عليها عفن واضح ومنها يخرج إفرازات لزجة تتساقط من العديسات والإفرازات دي بتكون محتوية أولاد على الميكروب ولكن السمار الناضجة عادة ما بتكونش مصابة بهذا المرض والأعراض هنشوفها بالصورة زي ما احنا معودينكم ادي سمرة مصابة ودي ازهار التفاح والكمترة بتجف وادي ايضا ثمره مصابه باللفحه الناريه في الكمترة والتفاح. المكافحه تسميد الجياد المتوازن باسمده زي ما قلنا لكم من شويه. اسمده البوتاسيوم والفوسفور مع عدم الاسراف في التسميد الازوتي. اضافه الجير الى التربه علشان هو بيعادل الحموضه الزائده. تحسين الصرف وعدم المغالاه في الري. تقليم عشان اقلل نسبة الرطوبة التقليم الجيد والتخلص من الافرع المصابة القشط حتى الوصول الى القلف السليم ولمسافة 2 سم من حافة القرحة ثم تغطى او تدهن بعجينة بردو استخدام المبادات البكتيرية والمضادات الحيوية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة الاهتمام بمكافحة الحشرات الناقلة للمرض علشان اقلل نسبة الاصابة على المجموع الخضر أه المرض السادس اللي عندي اسمه التقرح البكتيري في أشجار الحلويات بينتشر في أنحاء أه كثيرة من العالم وبيسبب خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى البلدان العالم لأشجار الحلويات اللي هي بتشمل البرقوق والخوخ والمشمش والكريز الظروف الملامة لانتشار المرض ده بينتقل من شجرة لأخرى بواسطة أه الأمطار والرياح والحشرات وأيضا أه بينتقل من اعناق الاوراق المتساقطه وعن طريق الجروح ايضا والمسبب للمرض مسبب بكتيري زي ما احنا واخدين كل الامراض البكتيريه خدناها في مجموعه واحده. التقرح البكتيري اعراض المرض ظهور اعراض المرض على كافه الاجزاء الخضريه من النبات ولا تظهر اصابه على المجموع الجذري. اثنين وجود تقرحات مصحوبه بافرازات صمغيه على جذع الشجره والافرع الرئيسيه والاغصان. فتظهر تقرحات دائرية إلى متطاولة مظهرها مشبع بالماء على القلف القلف اللي هو قشرة الشجرة تلاتة القلف بني اللون وله رائحة بتكون غير مقبولة أربعة بتحدث إصابة للأزهار بتتسبب في موت الأزهار خمسة وجود تبقعات صغيرة أرجوانية على الأوراق كثيرا ما تؤدي إلى سقوط الأنسجة المصابة مسببة مظهر التسقيب على الأوراق وخدنا التثقيب في موت الخلايا والانسجه في اول حلقات خالص من اعراض موت الخلايا والانسجه اللي كان منها الايه؟ التثقيب، وهوريكم بالصوره دلوقتي اعراض المرض زي ما انتم شايفين معانا في الشاشه، ادي الصمغ اللي موجود وادي الاوراق فيها الثقوب زي ما انتم شايفين معانا دي اعراض الايه؟ التثقيب في اشجار الحلويات. المكافحه زراعة الأصناف المقامة زراعة الأشجار في أراضي خفيفة وجيدة الصرف عشان أقلل نسبة الرطوبة تلاتة التقليم الجيد ولزالة الأفرع المصابة وتطهير أدوات التقليم بعد إجراء عملية التقليم علشان مش المرض من مكان أو من أشجار مصابة إلى أشجار سليمة أربعة رش الأشجار في الخريف بأحد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة الرش في الربيع قبل تكوين الأزهار بأحد المبيدات بها من قبل وزاره الزراعه وبيقرر الرش كلما لازم الامر ده زر... آه بقى بيجي في الامتحان علل يفضل زراعه من 3 الى 4 صفوف من التفاح والكمسرة بين اشجار الحلويات هتقول له لانه ذلك يقلل من الاصابه بمرض والتقرح البكتيري في الحلويات هننتقل بعد كده للوحده الرابعه اللي هي الفيتوبلازما والاسبيروبلازما والامراض التي تسببها، ركزوا بقى معايا حابب بس اديكم فكره عن امراض الفيتوبلازما والاسبيروبلازما، الفيتوبلازما كان آآ بيعتقد انه الامراض اللي بتسببها مسببات فيروسيه او كانوا بيقولوا عليها هي كائنات شبيهه بالمايكوبلازما. هي اصغر كائن حي بعد الفيروس موجود أه على وجه الكرة الأرضية كائنات حية دقيقة جدا وحيدة الخلية ليس لها جدار خلوي ولكن بيكون لها أولاد غشاء بلازمي أشكالها ممكن في الفيتوبلازما بيكون شكل مستطيل أو شكل مستدير أو كروي بينما في الفرق بين الاثنين بينما في الاسبيروبلازما بيكون شكلها لولبي او حلزوني تعالوا نشوف التعريف مع بعض علشان خاطر يكون معاكم بالصوت والصوره الفيتوبلازما كائنات حيه دقيقه وحيده الخليه ليس لها ليس لها خلي بالك من صح وغلط ليس لها جدار خلوي ولها غشاء بلازمي بتتكاثر بالانقسام الثنائي البسيط زي البكتيريا واشكالها مستدير او مستطيل بينما الاسبيروبلازما تعرفها كائنات وحيده الخليه ايضا ليس لها جدار خلوي ولها غشاء بلازمي بتتكاثر بالانقسام الثنائي البسيط واشكالها حلزوني او لولو لو او لولبي لو يبقى الفرق بين الفيتوبلازما والسبيروبلازما بيكون في الشكل هناخد اول مرض ليه بتسببه هو مرض واحد بس بتسببه الفيتوبلازما مرض اسمه مرض اصفرار العنب مرض اصفرار العنب المسبب آه الكائنات الشبيهه بالفيتوبلازما والظروف الملامه خلي بالكم بقى من الظروف الملامه علشان بتيجي في الامتحان بينتقل المرض عن طريق التطعيم وحشره اسمها نطاطات الاوراق وبيصيب هذا النوع من الفيتوبلازما الفول والكريزانثم وده نبات من نباتات الايه الزينه ايضا تعالوا بقى نبص على الاعراض الاعراض تاخر في تفتح البراعم الجديده المصابه تتقزم السلاميات وبيضمر نمو الاوراق وبتنحل الافرع الحديثه لاسفل وبتموت القمه الايه الناميه اثنين تلتف الاوراق لاسفل وبتصبح حشة وبتحول لونها الى اللون الاصفر الذهبي او الاحمر كما قد تلتف الأفرع الحديثة وبتصبح كالثعبان. ثلاثة ظهور بقع كريمية على العرق الوسطي للأوراق المصابة خلال فترة الصيف تتحول بعد ذلك إلى بقع ميتة. أربعة موت الحوامل العنقودية وبيسود لونها وبتزبل الحبات اللي هي حبات العنب بيتليف لب الثمار وبيصبح طعمه مر وغير صالح للأكل نتيجة إنه كمية الكربوهيدرات اللي موجودة في النبات بتكون قليلة نتيجة إصابة او ذبول الاوراق وموتها وسقوطها وبالتالي النبات بيكون عمليه الفوتوسينس او عمليه البناء الضوئي غير مكتمله او غير موجوده وبالتالي عدم تكوين المواد الغذائيه وبالتالي الثمار بتكون طعمها مر او بيكون طعمها حامضي وغير صالحه للاكل تعالوا نشوف الاعراض ادي الورقه اهي صفراء وبعد كده ادي الاعراض اللي موجودة عندنا طالما الورقة حصل فيها اصفرار معناها انه مادة الكلوروفيل قلت وبالتالي عملية البناء الضوئي بتكون اقل المكافحة زراعة اصناف مقاومة اه تعالوا بقى التانية دي مقاومة حشرة نطاطات الاوراق في مشاتل ومزارع العنب باستخدام احد المبيدات الحشرية الموصى باستعمالها من قبل وزارة الايه الزراعة ثلاثة منع انتقال بيض حشره نطاطات الاوراق الناقله للمرض مع الشتلات او عقل التطعيم. اربعه تطهير الجيد لسكاكين التطعيم ومقصات التقليم قبل الايه؟ الاستخدام. الاسبيروبلازما هناخد منها مرض واحد برضو اسمه مرض التحرن العنيد في الموالح. المسبب اسبيروبلازما ستراي وده اسبيروبلازما اعرفها انت وخلاص، الظروف الملائمه لانتشار المرض زي اللي فات برضو عن طريق سكاكين التطعيم ونططات الاوراق الاعراض المرضيه تقزم النباتات يعني ايه تحرن يعني ايه عنيد ويعني موالح الموالح معروفه اللي هي البرتقال والليمون والاستفندي واليوسفي والنارنج طيب تحرن يعني تحرن وعنيد يعني الاشجار بتاعه الموالح بتحرن او بتعند عن الاسمار وذلك نتيجه لزياده في معدل انتاج اللي احنا بنقول عليها الفسائل او بنقول عليها السرطانات او الافرع الجانبية للاشجار وبالتالي بتتجه الاشجار لتكوين الافرع الجانبية بخلاف تكوين المجموع الزهري ثم المجموع السمر وبالتالي بتحرن او بتعند الاشجار الموالح عن انتاج المحصول بعد كده اتنين تقصر السلاميات الافرع وبتنمو الافرع لاعلى والاوراق اه بتكون صفراء اللون وصغيره في الحجم مقارنه بالاوراق السليمه ثلاثة بتظهر الاشجار المصابه مبكرا وبقل اثمارها والثمار المتكونه بتكون صغيره ولب الثمار المصابه بيكون طعم مر نتيجه لقله في انتاج الكربوهيدرات واربعه اه والاخيره قله نمو واثمار الموالح الاعراض زي ما انتم شايفين ادي حشره نطاطات الاوراق اللي هي بتنقل اشهر حشره بتنقل المرض ودي الاوراق دي اشجار الموالح المصابه بمرض التحرن العنيد في الموالح المكافحه بتشبه المكافحه في مرض اصفرار العنب الحصول على طعوم من اشجار خاليه من المرض اثنين مقاومة حشرة نطاطات الأوراق في مشاتل ومزارع الموالح باستخدام أحد المبيدات الموصى من قبل وزارة الزراعة ثلاثة التطهير الجيد لسكاكين التطعيم ومقصات التقليم قبل عملية الاستخدام لو جالك سؤال علل هتقول له لأنه ذلك يقلل الإصابة من مرض أو بمرض التحرن العنيد في أشجار الموالح هننتقل بقى لحديث الساعة اللي هي الفيروسات والأمراض التي تسببها حابة اديكم نبذة بسيطة عن الفيروس الفيروس كائنات حية دقيقة جدا جسمها بيتكون من حاجتين اتنين بس غلاف بروتيني وحامض نووي سواء كان حامض نووي ريبوزي اللي احنا بنقول عليه الار ان ايه او دي اكس ريبوزي اللي هو بنقول عليه الدي ان ايه يبقى الفيروس اصغر كائن حي بيتكون من غلاف بروتيني وحامض نووي لا يرى بالعين المجرده ولا يمكن رؤيته بالميكروسكوب الضوئي العادي امال بيورى بايه يا دكتور بيورى بالميكروسكوب الالكتروني الميكروسكوب الالكتروني بيعتمد على الالكترونات والموجات المغناطيسيه في التكبير وما بيكونش عباره عن عدسات لا بيكون عباره عن مونيتور او شاشه بتظهر عليها الشريحه اللي موجوده تحت الميكروسكوب والفيروس في سؤال عالي بيجي لك في الامتحان علل لماذا لا يمكن تنميه الفيروسات على بيئه صناعيه يعني ما ينفعش ان انت تعمل بيئه غذائيه وتنمي عليها الفيروس هتقول له الاجابه لان هي كائنات حيه اجباريه التطفل واجبار التطفل يعني ايه يعني كان حي يحصل على غذائه من كان حي اخر ويموت بموته ولذلك احنا في طرق مقاومه الامراض الفيروسيه عموما الأمراض الفيروسية من الصعوبة بمكان إن احنا نعالجها ولذلك بنستعمل الأمصال أو بنستعمل اللقاح أو بنستعمل التطعيم للأطفال حديثة السن أو المولودة حديثا أو للحيوانات أو أيضا للنباتات زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى الفيروس كلمة لاتينية معناها السم عبارة عن كائنات حية دقيقة جدا لا ترى بالميكروسكوب الضوئي العادي. ولكن يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الالكتروني بتتركب من حاجتين زي ما انا قايل لكم غلاف بروتيني وحامض نووي والفيروس لا يعيش الا في خليه حيه هي اجباريه التطفل ولا يمكن تنميتها على بيئه صناعيه وبتسبب خسائر فادحه جدا للانتاج الزراعي سواء كان على المستوى المحلي او على المستوى العالمي. الاعراض الاصابه بالامراض الفيروسيه هم اعراض هناخدها على الاوراق وعلى السيقان وعلى الثمار والازهار هناخد اول حاجه الاعراض الفيروسيه على الاوراق البركاشه او بنقول عليه التبركش او الموزايك اثنين التخطيط ثلاثه التفاف الاوراق أربعة تجاعد الأوراق والتقزم وإصفرار الأوراق. الأعراض على الساق في عندي عرضين على الساق يا إما الساق تكون مستطيلة أو يعني طويلة وكسرة التفريع وده مرض بنسميه مرض مكنسة الساحر، اتنين تقرحات على الساق زي مرض قباء الموالح وهناخده بعد شويه، الاعراض على الازهار الازهار بيحدث فيها تدهور في اللون تتلون بلون ابيض قذر او بني وبتموت كما في مرض تدهور اللون في ظهور التيوليب وندوه البراعم في فول الصويا. الاعراض على الثمار لما اما برقشه الثمار زي مرض مزايق الخيار او تبقع الثمار زي تبقع في ثمار الطماطم هناخده بعد شويه ودي صوره بتلخص لكم الامراض البرقشه والتخطيط والتفاف الاوراق والتجعد والتقزم والاصفرار وتقرحات الساق وبرقشه الثمار زي الخيار وتبقع الثمار زي الطماطم هناخد بعد كده الأعراض الداخلية اللي فات ده كله أعراض خارجية الأعراض الداخلية ده بتبقى تغيرات بتحدث في أنسجة النبات المصابة بالفيروس زي قلة سمك نسيج الورقة في المناطق المصابة عنه في المناطق السليمة ده لو جالك سؤال علل ليه هتقول نتيجة انكماش الخلايا العادية وكسرها وكذلك صغر حجم المسافة البينية مع صغر حجم البلاستيدات الخضراء عن حجمها العادي وبتصبح محببة ولونها باهت اتنين تجمع غير عادي في نشا الخلايا الموجوده في المناطق المصابه زي مرض التفاف اوراق البطاطس ثلاثة زياده سمك خلايا البشره بسبب ترسيب ماده اللجنين او ماده السوبرين. آه بعد كده هناخد آه في الاعراض الداخليه ايضا تكوين الاجسام الغريبه في الخلايا اي جسم غريب بيتكون في الخلايا ده بيكون مصاحب للاصابه بالامراض الفيروسيه والاجسام الغريبه قد تتكون في الاوراق او في السيقان او الجذور او الازهار النباتات المصابه أه هناخد بقى حاجه مهمه جدا اللي هي طرق انتقال الامراض الفيروسيه المرض الفيروسي الفيروس يا متطفل اجباري ولابد بد وان تكون له القدره على الانتقال والانتشار من نبات مصاب أه الى نبات اخر سليم وحيث ان الفيروسات ليس لها هذه القدره على اختراق طبقه الكيوتيكل فانه لابد من وجود وسيله لادخالها داخل الخليه الحيه. الطرق المعروفه لدينا لانتقال الامراض الفيروسيه في الانتقال الميكانيكي في التطعيم في التكاثر الخضري للنباتات عن طريق البذور عن طريق نبات الحمول عن طريق التربه عن طريق الحشرات وعن طريق الحلم الحلم اللي هو الاكاروس في بقى قسمنا طرق نقل العدوى لقسمين طرق صناعية وطرق طبيعية هناخد الاول الطرق الطبيعية عن طريق الحشرات والحشرات ذات اجزاء الفم الساقي بالمص بتكون من اهم الحشرات اللي بتنقل الامراض الفيروسية الانسان عن طريق اللمس او التطعيم او عن طريق التدخين في مرض اسمه مزايق الدخان ده بينتقل عن طريق تدخين العمال او مضغهم لاوراق نبات الدخان ده بينقل المرض من نبات مصاب الى نبات سليم عن طريق حبوب اللقاح، عن طريق التآوي، عن طريق احتكاك النباتات المصابه ببعضها اثناء هبوب الرياح او مرور العمال او احتكاك الجذور، وعن طريق نقل التربه المصابه اثناء عمليه التقصيب. الطرق الصناعيه يعني الانسان بيجريها عن عمد او عن قصد بحيث او بهدف اجراء البحث العلمي ومنها التطعيم عن طريق الحشرات عن طريق النباتات الزهريه المتطفله زي الهالوك والحمول عن طريق البذور عن طريق التربه والنقل الميكانيكي هناخد بقى الطرق العامة لمقاومة الأمراض الفيروسية أول حاجة وكل الأمراض بنكتبها فيها لها زراعة أصناف مقاومة من أفضل الطرق لأنه دايما الوقاية بتكون خير من, اللي من العلاج البدء بمحصول خالي من الفيروس علشان الأمراض الفيروسية يا أولاد لما بيجي المرض الفيروسي للنبات من الصعوبه بمكان ان احنا نعالجه ليه لانه الفيروس بيدخل داخل خليه النبات وبيكون صعب ان انت تستخدم ماده كيماويه وبتخترق الغشاء الخلوي للنبات مقاومة الحشرات الناقلة للفيروس زي الحشرات القارضة أو الساقبة المصة التلقيح للوقاية من الفيروس اللي هو قبل عملية الزراعة الحجر الزراعي في عندي نوعين من الحجر الزراعي زي ما احنا واخدين، في عندي حجر زراعي داخلي وعندي حجر زراعي خارجي، واحنا هنا في مصر عملنا حجر زراعي داخلي على نقل اي جزء من خلفات نبات الموز من مكان مصاب الى مكان سليم وبينتشر هذا المرض في الوجه البحري في اسكندريه وكفر الشيخ ولذلك بيعمل عليه حجر زراعي داخلي في المحافظتين دول. التخلص من عدوى استخدام بذور خالية من الفيروس والحصول على أجزاء خضرية خالية منين من الفيروس أول مرض هناخده اللي هو مرض اسمه قوباء الموالح المسبب بتاعه والفيروس ده بيكون له خمس طرق مختلفة في التراث بيصيب الأوراق السيقان الثمار الأزهار أيا كان الأعراض اللي عندي الأعراض بتبقى على الأوراق الحديثة في صورة بقع صفراء باهتة بتختفي بعد تلات أسابيع على الأوراق القديمة تجعد وأصفرار الأوراق الأعراض على الساق وجود قشور وده اللي بيميز المرض وجود قشور أو حراشيف مع وجود إفرازات صمغية على أشجار الموالح وده الفرق بينها وبين تصمغ الموالح اللي خدناه في أول الأمراض الفطرية اللي هو كان المسبب بتاعه ايه شطار فطر بيضي شطار أنا سامع طلبة متميزة معايا انما هنا في قبائل موالح الفرق بينها وبين تصمغ الموالح انه موجود صبغ في الاثنين ولكن هنا فيه حرشيف في قشور او حراشيف في قبائل موالح هناك في تصمغ الموالح القلف بيبقى لونه بني وتحت سطح التربه بيكون ليه رائحه البرتقال الايه المتعفن الاعراض اللي موجوده على الثمار بتكون الثمار مشوهه وبتصبح خشنه وغير منتظمه الايه وغير منتظمه الشكل هناخد الاعراض بالصوت والصوره زي ما انتم شايفين واحنا معودينكم ادي اوراق مصابه وادي الساق مصاب بمرض قباء الموالح زي ما انتم شايفين معانا في الصوره في شاشتنا الجميله ادي الورقه المصابه وادي القلف بتاع اشجار الموالح المصاب بمرض قباء الموالح وده مرض فيروسي المكافحه في الاصابات الخفيفه يمكن علاج الاشجار عن طريق قشط الانسجه المصابه ودهانها بالقطران او بويه الزنك او عجينه بوردو في الاصابات الشديده ده بقى ما فيش حل بينصح بازاله الاشجار بالكامل من جذورها واعدامها وحرقها وتطهير مكان الجوره بمخلوط بوردو وتهويتها مده كافيه قبل غرس اشجار جديده ثلاثه بينصح باستعمال الاشجار السليمه في الاكسار اربعه الاشجار المطعومه على اصل الليمون المخرفش او بيقولوا عليه الليمون الحلو بتكون اكثر مقاومه من الاشجار المطعومه على اصل النارنج المرض الثاني اللي عندي تورد القمه في الموز ده مرض خدناه في تغير في شكل وحجم الاعضاء النباتيه قلنا بتقصر السلاميات وتتقارب العقد تخرج الاوراق من نبات واحد والنباتات بتكون قصيره في الطول وبينتج عن ذلك شكل الوردة عشان كده سميناه مرض تورد القمة في الموز المسبب فيروس واللي بيعمل على انتشار هذا المرض حشرات الساقبة المصة وأشهرها المن اللي هو من الموز أه الأعراض بقع أو خطوط خضراء داكنة على الساق وعلى السطح السفلي لأعناق الأوراق والعروق الوسطية والسنوية الأوراق المصابة بتكون يا أولاد مغطاة بمادة شمعية آه و الاوراق بتكون صغيره في الحجم تتجمع في قمه النبات في شكل حزمه او ورده وده آه عشان كده سميناه مرض تورد القمه في الموز والاوراق السفليه بيحدث فيها تساقط الاعراض زي ما انتم شايفين اهو عندنا صور مختلفه لخلفات آه موز مصابه بتورد القمه في الموز شايفين اهو الاوراق بتبقى صغيره في الحجم وبتخرج من مكان واحد اللي هو القمه الناميه وبتدي شكل الايه الورده تعالوا نشوف بقى العوامل اللي بتؤدي الى انتشار او بتساعد على انتشار المرض حشره من الموز شراء خلفات من جهات مصابه وزراعتها في مناطق سليمه عشان كده قلنا لازم نعمل حجر ايه حجر زراعي الاهمال في اقتلاع النباتات المصابه بتكون مصدر للعدوى للنباتات السليمه المكافحه اقتلاع النباتات المصابه وعدمها عن طريق وضع قليل من البترول بمعدل ملء فنجال من الشاي في قمه النبات المصاب بمجرد ظهور اعراض المرض لقتل حشره من الموز الناقله لهذا المرض وعند انشاء المزرعه جديده يجب شراء خلفات من مشتل سليم خالي من الاصابه بهذا المرض وسبق فحصه في الوقت المناسب. ثلاثه المكافحه الكيماويه والحيويه لحشره من الموز طبقا لتوصيات وزاره الزراعه. أربعة عدم نقل خلفات من جهة موبوعة إلى جهة إيه؟ سليمة. المرض الثالث اللي معانا اللي هو التبركش في الفول المسبب فيروس تبرقش الفول والأعراض شفافية العروق تبركش يعني مناطق خضراء مع مناطق صفراء في الأوراق بتاعة النبات. والتبركش كنا خدناه في التغير في شكل وحجم الأعضاء في التغير في اللون وموت الخلايا والأنسجة. الاعراض شفافيه العروق بعد 8 الى عشر ايام من الاصابه بيتلاشى ويظهر تبقع بين العروق بتختلف حدته باختلاف موسم الزراعه بيكون في الشتاء نكروسس شديد اللي هو موت الخلايا يعني اتنين اسوداد حواف الاوراق اولا ثم بيشمل اللون الاسود كل اجزاء الورقه ثلاثة اه موت القمه الناميه وجميع مناطق النمو على النبات والافرع الجانبيه وده بيسبب خساره كبيره جدا لمحصول الفول بينتقل هذا المرض اللي هو التبرقش في الفول عن طريق النقل الميكانيكي في الحقل واحتمال نقله بحشره المن زي ما انتم شايفين الاعراض على ادي التبرقش مناطق خضراء مع مناطق صفراء بعد كده هناخد المكافحه زراعه تقاوي معتمده خاليه من الاصابه مقاومه الحشرات الناقله زي من الفول مثلا آه زراعة أصناف مقاومة وأنا معودكم زراعة أصناف مقاومة نكتبها في أي مرض موجود عندي من الأمراض الفيروسية خلي بالكم يا أولاد المرض الفيروسي من الصعوبة بمكان إن إحنا نعالجه الوقاية خير من العلاج ازرع صنف مقاوم اعمل عملية تلقيح ضد الفيروس اهتم بعمليات الخدمة اللي هي عمليات التسميد وعمليات الري وعمليه التقليم كل عمليات الخدمه نهتم بها وبالتالي بنقلل من الحمل او بنقلل من فرصه الاصابه بالمسبب المرض اللي هو المسبب الفيروسي وكذلك بنعمل بقدر الامكان على مكافحه الحشرات الناقله للمرض زي حشرات الاجزاء الفم بتاعتها ساقبه مصه وايضا بتجنب الري الغزير بتجنب استعمال سماد بلدي ملوث بتجنب وجود او بعمل على ازاله الحشائش اللي هي بتعتبر عائل بديل للمسبب الايه؟ المرضي. هناخد بعد كده المرض اللي معانا اللي هو تجعد الاوراق في البطاطس والطماطم، المسبب فيروس تجعد اوراق البطاطس والظروف الملائمه لانتشار المرض بينتقل عن طريق حشره اسمها حشره من الخوخ، والاعراض تجعد اسمه تجعد يعني الاوراق بتكون متجعده وبيصبح النبات المصاب متقزم واصفر اللون اتنين. اتنين بتلتف حواف الورقة الى اسفل وبتظهر على الاوراق النباتات المصابة بقع بنية اللون تلاتة بتجف الورقة ولكنها لا تسقط مباشرة بل تظل معلقة على النبات فترة طويلة بخيط رفيع اربعة النباتات المصابة لا تكون درانات اذا كانت اصابتها شديدة او انها تكون درانات بس بتكون صغيرة فين في الحجم الاعراض زي ما انتم شايفين بالصوت والصورة هو اعراض على الاوراق المصابة في البطاطس والطماطم. المكافحه زراعه تقاوي معتمده خاليه من الاصابه، مقاومه الحشرات الناقله زي حشره من الخوخ وزراعه اصناف مقاومه. المزايق او التبركش في الطماطم المسبب فيروس اكس على البطاطس، الظروف الملائمه لانتشار المرض بينتقل عن طريق التلامس بين اوراق النباتات المصابه او عن طريق التلامس بين الجذور او عن طريق سكاكين التقطيع التقاوي. او عن طريق التطعيم وبينتقل ميكانيكيا عن طريق عصير النباتات المصابة الاعراض تبركش الاوراق بقع صفراء متبادلة مع مناطق خضراء وصغر حجم الدرنات ونقص في المحصول زي ما انتم شايفين الاعراض معانا بالصوت والصورة المكافحة زراعة تقاوي سليمة وزراعة اصناف مقاومة اخر مرض معانا اللي هو التدهور السريع في الموالح الظروف الملامة لانتشار ده مرض خطير جدا في اشجار الموالح في مصر عموما بينتقل عن طريق حشره من الموالح ومن القطن والاعراض قد يكون التدهور تدريجي زي ما هناخد بعد شويه التدهور البطيء في الموالح اللي مسبب بتاعه النيماتودا وبتكون الاوراق صفراء اللون وبيصغر حجمها وبتسقط وتجف اطراف الافرع وقد يكون التدهور سريع وبيحدث انهيار مفاجئ وسريع لكل اجزاء اشجار الموالح بما فيها الاوراق والثمار ثلاثة موت نسيج اللحاء أسفل منطقة التطعيم وهذا هو السبب في حدوث الايه؟ التدهور. الأعراض زي ما أنتم شايفين عادي أشجار موالح مصابة بالتدهور السريع في الموالح. المكافحة الاهتمام بالحجر الزراعي عدم استخدام النارنج وغيره من الأصول وبيستخدم استعمال أصل الليمون الحلو أو الليمون المخرفش أو يوسفي في كليوباترا والبرتقال ثلاثي الأوراق. ثلاثة فحص الأشجار في منطقة المصابة. أربعة مقاومة حشرات المن الناقلة للفيروس بالمبيدات المناسبة حسب توصيات وزارة الزراعة التخطيط في القصب المسبب فيروس وطرق انتقال المرض عن طريق التقاول عقل التقاول الملوثة وبعض الحشرات زي حشرات البق ونطاطات الأوراق وهناخد بعد كده الأعراض ظهور خطوط ظهور خطوط صفراء باهتة أو بيضاء على أنصال الأوراق موازية للعرق الوسطي قد تكون هذه الخطوط قصيرة أو تتحد مع بعضها وتكون خطوط طويلة في حالة اشتداد الإصابة بتكسر النباتات والمحصول الأعراض زي ما أنتم شايفين هو على أوراق النباتات المصابة خطوط خضراء متبادلة مع خطوط صفراء والمكافحة زراعة أصناف مقاومة والتخلص من الفيروس بنقع العقل أو غمسها في ماء ساخن على درجة حرارة 52 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة والعناية بعمليات الخدمة ونقاوة الحشائش والتسميد والري بتساعد في تقوية النباتات وتقليل الإصابة بهذا المرض بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون أخذنا في حلقة اليوم البكتيريا والأمراض التي تسببها أخذنا الطرق تعريف البكتيريا والطرق العامة لمكافحة الأمراض البكتيرية وخدنا انواع كتيره جدا من الامراض البكتيريه اللي هي الزبول البكتيري في القطن وفي البطاطس والطماطم وفي الجلاديولس وخدنا بعد كده العفن الطري في البطاطس والعفن الحلقي وخدنا بعد كده الفيتوبلازما والامراض اللي بت